اختفى أزيد من 10 أشخاص على الأقل تحت ركام جزء من جبل انهار مساء اليوم بمنطقة أسيف زكزون بجماعة إيجوكاك. وقالت مصادر محلية إن المعنيين وهم ما بين 10 إلى 15 شخصا كانوا على متن سيارة لنقل البضائع قادمين من سوق الأربعاء لمنطقة تلت يعقوب بإقليم الحوز باتجاه ضواويرهم عندما انهار جزء من الجبل على الطريق الرابط بين الضواوير. وأضافت المصادر ذاتها أن عشرات السكان يبحثون عن الضحايا بين ركام الأحجار إلى حدود 11 من هذه الليلة دون العثور على أي جثة نظرا لصعوبة الوضع، غير مستبعدة أن تكون هناك سيارات أخرى تحت الركام. وزادت المصادر أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وصلت إلى عين المكان في حدود 11 ليلا بعد اتصالات عديدة بالمصالح المحلية بإقليم الحوز والمركزية بمدينة الرباط.